في أول معسكر لها في الأراضي الفلسطينية بدأت مؤسسة هندية بدعم من وزارة الخارجية الهندية بتركيب أطراف اصطناعية لنحو 600 فلسطيني. المؤسسة دي اشتغلت قبل كده في عشرات الدول الفقيرة اللي بتشهد نزاعات مسلحة أو حروب، وهي بتعمل الآن في مدينة رام الله من خلال طاقم فني بيضم 9 أشخاص، وهتستمر في عملها ده لمدة 40 يوم. مئات الفلسطينيين بيحتاجون إلى أطراف صناعية سنويا في ظل وجود الآلاف من الشباب والنساء مبطوري الأطراف وحتى أطفال بسبب إصاباتهم إما برصاص إسرائيلي أو بسبب حوادث العمل والسير. السلطة الفلسطينية كمان بتوفر الأطراف الاصطناعية مجانا للجرحى، ولكن بتبقى عادة لمرة واحدة، وهي أطراف بتحتاج للتبديل المستمر، وهو عادة بيبقى أمر مكلف جدا لمبطوري الأطراف، ولا يستطيع معظم المصابين تغطية تكاليفه. من رام الله معنا السيد كرم حاتم البرغوثي، منسق المبادرة ومدير دائرة العلاج الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة الفلسطينية. ومن الخليل معنا السيد أحمد جعارة، مبطورة يعني أطراف الأربعة ومستفيد من مبادرة تركيب الأطراف. أهلا بضيفي الكريمين، وأبدأ من الخليل من أحمد جعارة. أستأذنك أحمد تقول لنا أنت اللي حصل لك حصل ليه، والمبادرة دي فادتك إزاي؟ تفضل. مساء الخير. أنا حصل معايا في ورشة عمل ساقة كهرباء، فأدت إلى شيل أطراف الأربعة. لا إله إلا الله، يعني إيديك الاثنين ورجليك الاثنين، أنا فاهم صح؟ نعم صحيح، إيدي الاثنين ورجلي الاثنتين. لا إله إلا الله. طيب واستفدت إزاي من المبادرة دي؟ ما استفدت شيء، بس الإيدين ما شنش معي، ما لأمنش يعني، ما زبطنش معي الإيدين. الرجلين أهون بلا بمشي عليهم، ساعد في حالي، بس الدين لا ما ظبطنش. يعني على الاقل وفروا لك رجلين تقدر تتحرك بيهم، معقول؟ بقدر بس مش 100%، انا بس بحاول يعني، بساعد في حالي شوي شوي. طيب خلينا بعد اذنك نروح للسيد كرم حاتم البرغوثي، منسق المبادره ومدير دائره العلاج الطبيعي والتاهيل في وزاره الصحه الفلسطينيه. بعد اذن حضرتك، المبادره ده هي فكرتها هنديه ولا فكرتها فلسطينيه؟ وايه الاجراءات اللي بتتم، وعلى اساس ايه حضراتكم بتختاروا الناس اللي هتعالجوهم، وايه يعني نقول نسبه الشفاء، او هقول معرفش نسبه التعويض، ربما يكون مصطلح اكثر دقه. اتفضل سيد كرم. مساء الخير للجميع. هي الفكرة بدأت من مكتب السيد الرئيس، وقام مكتب السيد الرئيس بالتنسيق مع الحكومة الهندية للحصول على هذه المبادرة، وعن طريق الخارجية الفلسطينية أيضا. وعندما تم توقيع المبدأ للاتفاقية، قاموا بالإعاز إلى معالي وزيرة الصحة لتقوم بالترتيب لهذا المعسكر الهندي. وقامت وزارة الصحة بالإعاز للطواقم الفنية والطواقم الإدارية في الوزارة لتقوم بالترتيب لهذا المعسكر. وقمنا بدورنا في وزارة الصحة بجمع كافة البيانات عن كافة الأشخاص الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى أطراف اصطناعية، عن طريق المؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي، الوزارات ذات العلاقة، الاتحاد العام لذوي الإعاقة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد جمع هذه البيانات قمنا بتزويدها للطاقم الهندي والفريق الهندي، وبدأنا بالترتيب لهذا المعسكر في بداية شهر 7 من هذا العام. كم حد يا فندم استفاد منها حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة استفاد 400 شخص فلسطيني متعددين الاحتياج، ما بين المبتورين تحت الركبة وفوق الركبة وتحت الكوع، بغض النظر عن أسباب بتاع البت، كافة الأشخاص. مش كده سيد كرم؟ بغض النظر. النظر عن الأسباب، يعني بغض النظر. نعم. يعني تمام. طب مثلا حالة زي حالة أحمد، أخونا أحمد، كل شخص بيقول هو كل شخص محتاج. نعم تفضل. يعني اخونا احمد جعاره اللي معانا على الهوا دلوقتي كان بيقول ان هو يعني في رجله معقول شويه، مش احسن حاجه بس معقول شويه، انما البتر اللي حصل في ايديه ملوش تعويض حتى الان. هل الفريق الهندي يقدر يساعده؟
هو الفريق الهندي يعني قام بتزويد اخونا احمد باربع اطراف بوجودي، كنت موجود معهم انا. بالنسبه للاطراف السفليه السيد احمد يعني تمكن من الوقوف والمشي ومساعدته نوعا ما في الحركه. بالنسبه للاطراف العلويه بصراحه لو كان طرف واحد كان اسهل كثير بالنسبه لاحمد على اساس انه يقوم بمواءمه حياته، لكن الطرفين راح من الممكن انه يعاني من 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 صعوبه في استعمالهم. نعم، انه يكون في حلول لدى الوفد الهندي. احنا نطلب من السيد احمد التوجه لنا كمان مره على المعسكر، واحنا راح نعرض مشكلته على الوفد الهندي، ممكن يكون في له حل يساعده اكثر واكثر. طب انا هسال احمد، هو يعني معلش طبعا هو سؤال بايخ بس سامحني، يعني احنا اخوات، انا مش قصدي ابقى بايخ يعني في السؤال نفسه. يعني انت شايف نفسك حاله اصعب شويه من المعتاد، انه اتنين ايد واتنين رجل مبتورين؟ صحيح، انا اصعب شيء يعني اليدين عندها صعوبات، الرجلين ممكن تمارس فيهن تمشي فيهن تحاول تمشي فيهن صحيح، بس اليدين حاله صعبه نادره يعني مش سهل انه يحصل مش تعويض عارف كيف ليهم. يعني شيء مش سهل يعني اذا كان الكتروني بس يعني متهيألي يمشي. تبقى محتاجة عملية مش مجرد تركيب حاجة، مش كده يعني، مش حاجة شكلية قصدي، صح؟ نعم صحيح، نعم صحيح. نعم. سيد كرم، يعني هو الطرف السيد معتز معلش، هو الطرف العلوي اللي بركبوه هو مش تجميلي، هو ميكانيكي يعتمد على حركة الكوع أو حركة الكتف بطريقة معينة، ممكن إنه الكف تفتح تتناول شيء مع ترجيع الطرف العلوي، ممكن إنها تمسك كاسة، تمسك قنينة، تمسك شيء معين أو تمسك موبايل حتى. طب كويس. طب سيد كرم، هو يعني بفرض ان هم هيركبوا ل 600 حاله، متهيألي يعني متخيل انه ممكن يكون في فلسطين الرقم ده مش يعني اقل كتير من المطلوب. لا احنا صحيح يعني جمعنا كافة البيانات عن كافة الأشخاص في فلسطين الذين هم بحاجة إلى أطراف اصطناعية، وأيضا طلبنا أو اتفقنا مع الوفد الهندي أن نقوم بالبحث مرة أخرى للأشخاص طيب الذين يعني المهم ان تعرضوا حضراتكم إلى بتغطوا البتر من كل جديد. المطلوبين. بتوجه بالشكر لحضرتك سيد كرم حاتم البرغوثي، منسق المبادره ومدير دائره العلاج الطبيعي والتاهيل في وزاره الصحه الفلسطينيه، واخونا من الخليل الاستاذ احمد جعاره، اللي اطرافه الاربعه يعني بترت، يا رب ان شاء الله يكون في حل نقدر من خلاله انه حضرتك يعني تتجاوز هذه المشكله.